إذا كانت الثلاثة التي وردت في الحديث فيها الخير والشر وكذا غيرها، فما وجه تخصيص الشرع لهذه الثلاثة بالشؤم؟ هي أكثر ما يتشاءم به، هي أكثر ما يتشاءم به، لذلك يجتنبها الإنسان: الدابة والدار وثالث الدابة والدار والمرأة. نعم، وسعها الله، دور دارا غيرها الدار اللي انت كرهتها، دور زوجة غيرها الزوجة، والدابة أيضا والسيارة بدلها لترتاح لأجل تستريح. نعم.